فينومين. بونجور نوسى العزيزي، صباح النور. صباح النور والسرور والطاقة الإيجابية. اش عنا اليوم؟ قل لي صحة جبد نشارك. صح. علاش ماكش ديما مرحبة بيا كيما مدام برقاوي؟ ديما تطيش في الكور في الموطن. يمشي مش مدام برقاوي، مرحبا بك في فينومين وبيك اكثر. نورتني. صحة يا لله. انا نعرف سوسة في بروفيل ماهوش تابعك، انا نعرف. باهي جيتكم اليوم بحاجة ياسر مزيانة الحق نتاع ربي، انا شيخة عليها على الاخر، باش نحكيو على قصة كفاح. باش نحكيو على اي على عبير دوزي، طالبة بجامعة زيتونة، هي توا دكتورة ما شاء الله وعندها الماجستير. نحن نعرفوا برشا متخرجين وبرشا قارين، لكن الحاجة السبيسيال في البنوتة هذه اللي هي ذريرة ما شاء الله. يعني الا تولي ميريت ما شاء الله، يعني صورة ومزيانة ومحليها ومثقفة وكاتبة 250 صفحة وتخدم على البيسي، هذا الكل وهي ذريرة. يا روحي قلة النظر مش إعاقة، الإعاقة هي الإعاقة النفسية، هي جديرة ما شاء الله، مش إعاقة يا روحي. فوالا هذا اللي أنا نحب نحكيه ونحب نفسره. يعني شوف، يعني هي أهم حاجة يعني في الإنسان شنية، يعني أنا باش نشوف بالعبيد، باش نقرأ، باش نمس الحروف، هذه كل باش نية مو بعيني، يا ربي سبحانه عاطيني يعني، باش أنا نشوف بهم ونقرأ بهم ونتعلم بهم، ويجي واحد أنا يقول لك ما عنديش مستقبل، يبدأ بكامل يعني ربي يعطيك كل شيء بكماله ويعطيك في الـ يعني راه ما عندي شيء، ما نجمش نخدم، ما نجمش. اللي انت شفته في هذه يعني ذريرة وشني عامله وما شاء الله عليها، وان شاء الله يا ربي تكون درس البرش عبيد. وديما تقول لامها وصف لي العبيد، تحب تعرف يعني اشكال العبيد كيفاش، تحب تعرف السماء كيفاش، تحب تعرف الارض كيفاش. في السياق هذا ما نجمش نقعد ساكته، في السياق هذا معناها كي نذكروا ذاك نجيب محفوظ. اي معني أنا جيب محفوظة اللي مرته كانت يقول لها وصف لي، لأنه كان يحبها حب كبير برشا، وهي قصة حب كبيرة، ونجيب محفوظ معنيها تحسين بلتو تحسين ولا غلط فيهم، تحسين صاحب الروائع، صاحب الكتب، صاحب الإبداع والأدب والنجم، برشا مبدعين هما. من أراد العلا وصل وسهلا الحقيقة، مش مشكلة، مش مسألة مش مشكلة إعاقة، هما أصحاب همم أصلا يتسمى أصحاب إعاقة، مش أصحاب إعاقة ما شاء الله عليها. المهم كانت زادة من اللوائل، زادة في يعني في وين كانت ضيفة باش سامحوني، كانت ضيفة مع زميلنا وصديقنا برهيم سايس في برنامج تحت الصور، نوجه له تحية على الحاجات اللي ديما يعدي فيها ياسر. برنامجه ياسر مزيان، أنا نحبه على الأخر، برنامج راقي جدا على الأخر، الكتب اللي يجي وكل شيء ما شاء الله عليه. فوالا هذه اليوم الحاجة اللي حكيت عليها، أما ما نجمش يلزمني نخرج شوية على الخط، شيء يمشي في الدم. حاجة إيجابية تشجع، حلوة برشا، تهز المورال، جيب لنا الطاقة الإيجابية ما شاء الله، جيب لنا مواضيع هكا احنا محتاجين لها. محتاجين والله. أنا مش ندورك تو في 12 ليش عندنا ميكرو تروتوار. أي عندنا ميكرو تروتوار. سألت جمهور تونس العظيم، إن شاء الله ربي يبارك لنا فيه ويفضل هنا. تونس كانت توصل تهز الكيس، شنية نجم تهزه؟ ويا مدام برقاوي نودك ولا نشهيك؟ فينومين تونس كانت نجم تهز الكوب، شنية نجم تهزه؟ الكذب والنفاق أقوى حاجة. منافقين قبي قبي في الكذب. برشا قولوا لي نحبك. نحبك يا مجنون، يا ساحر العيون، بغرامك مفتون، أنا ومسكون وبعيد. في الزمار، في البليدة، في تبزنيس، في الركيكة، في برشا حاجات نجم تهز. أمي بتسلم عليكم وتقول لكم مليني واحدة واحدة. في الفوت، فينومين.
برقيه. هذا هو دونك كان الميكرو مع نوسة العزيزي في الشارع مع الناس، مع كل مره فكره جوستمون اراء ما هكا مختلفه. فما واحد محلي عنده نيه صافيه ان شاء الله محلي المواطن هذاك، قال لي في الفوت ياسر نيت والله مسال والله محلاه مضيف من داخل الاخر كل كذب ونفاق مش مع الاسف مشكلة. مع الاسف هذاك اللي موجود، هذاك اللي موجود جوستمون. احسن كلمه نختموا بها، يعطيك الصحه مدام زينب برقاوي، نشكرك برشا، ميرسي موسى، يعطيك الصحه. هكا توصل موجة الصباح لختامها اليوم، يعطيكم الصحه، رافقتونا في ساعتين من زمان من الموسيقى والفقرات القاره والاجواء اللي تعودتوا بها من الاثنين للجمعه، مواصلين معكم، نتقابل معكم غدوه ان شاء الله. نشكر ايكيب تكنيك الكل، ونشكركم على الوفاء، على المحبه اللي قاعده توصلني الحقيقه. وبالحق انا كنت عندي كلمه وما زلت ديما نقولها، نقول بمحبتكم ارتقي. نشكركم برشا، نخليكم مع قسم الاخبار، اخبار لص النهار، ومن بعد يجيكم مختلف فريق ميدي ماعد مع ايمان المداحي، ابراهيم يسلتي ولطفي العماري، ونقول لكم في الامان، باي باي.